بنصبح مرة تانية على حضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب الأرجنتين حسم تأهله للمباراة النهائية في مونديال قطر 2022 بعد انتصاره على المنتخب الكرواتي بنتيجة 3-0 في المواجهة اللي اتلعبت امبارح على استاد لوسيل ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022. ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين اتكلم على النجم الأسطوري ليونيل ميسي وقال ميسي هو الأفضل في التاريخ، لاعب كبير بيغذي روح الحماس عند زمايله، ومن حسن حظي أني أكون أرجنتيني. وقال كمان المباريات كلها مش شبه بعضها أبدا، في أوقات ممكن الخصم يتقدم عليك لكن في نفس الوقت ممكن تستعيد نشاطك. من ناحية تانية أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه هو وزمايله في منتخب التانجو بيشعروا بالفخر، وده بعد الفوز على كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم والتأهل للمباراة النهائية. كمان ميسي قال خلال تصريحاته بعد المباراة رؤية العائلة والجماهير طول المونديال كان أمر مذهل وقدرنا نحقق اللي احنا عاوزينه خلال المباراة. النجم الكبير ليونيل ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، وده بعد تألقه الفني والمهاري خلال أحداث المباراة وتسجيل كمان هدف في المباراة اللي جمعت منتخب بلاده قدام كرواتيا في نصف نهائي المونديال. ديدييه ديشان مدير الفني لمنتخب فرنسا أكد أن منتخب المغرب من المنتخبات المنظمة هجومياً ودفاعياً، وقال ديشان على هامش المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب وفرنسا: المغرب فريق منظم وقوي وبيدافعوا بأفضل شكل، هنحاول نفك دفاعهم ونسجل في مرماهم علشان نتأهل للنهائي. اختتم منتخب فرنسا تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة اللي هيخوضها قدام المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم 2022 واللي هتتلعب النهاردة على استاد البيت. الياس شاعر لاعب منتخب المغرب أكد أن اللعيبة هيقدموا كل حاجة عندهم في مباراتهم أمام فرنسا، وقال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي قبل المباراة: هنلعب كأننا على أرضنا، مشجعين مغاربة من كل أنحاء العالم جايين النهاردة يشجعونا. اختتم منتخب المغرب استعداداته للمباراة المرتقبة أمام فرنسا وشهدت تدريبات جاهزية المجموعة اللي شاركت في اللقاء الأخير واللي جمع بين المنتخب المغربي والبرتغالي، لكن في نفس الوقت اتضح غياب اللاعب نايف أكرد عن التدريب الأخير. نفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي التفاوض مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكارلو أنتيلوتشي المدير الفني لريال مدريد اللي تولي قيادة السامبا خلفا للمدرب السابق تيتي. ونشر الاتحاد البرازيلي بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه: يكرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم انه لم يأذن لأي شخص داخل او خارج الاتحاد بالبحث عن اي مدرب لتدريب المنتخب الأول. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع زملائي. شكرا ليك يا لميا.